وزارة العمل تدعو الشباب خريجي الجامعة من ذوي الكفاءات للاستفادة من الامتيازات الممنوحة عبر مختلف أجهزة دعم التشغيل لاستحداث مؤسستهم المصغرة. في اليوم العالمي للبريد خدمات وتجهيزات عصرية وتسوية وضعية أزيد من 4500 عامل بالقطاع عبر الوطن. وفي الشهر الوردي التأكيد على أهمية الكشف المبكر للداء والتكفل الأفضل بالنساء المصابات. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بداية هنأ رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة نظيره الأوغندي يوويري كاغوتا موسيفيني بمناسبة العيد الوطني لبلاده، مؤكدا حرصه على تعزيز أواصر الصداقة والتضامن بين الشعبين والعمل سويا من أجل تعميق روابط التعاون التي تجمع البلدين، ومنوها بالتشاور القائم بين الجزائر وأوغندا، سيما في إطار الاتحاد الإفريقي قصد ترقية السلم والأمن والتنمية الاجتماعية والاقتصادية في القارة. على هامش إحياء يوم الدبلوماسية الجزائرية، جدد وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل المواقف الثابتة للدبلوماسية الجزائرية التي ترتكز على احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية ومبدأ الحوار في تسوية الأزمات، مبادئ كرسها رئيس الجمهورية تجاه كل القضايا الإقليمية والدولية. اليوم الحمد لله بقيادة فخامة رئيس الجمهورية، وهو رجل سلام دائما ينادي بالحوار، ينادي بالتفاوض لحل كل النزاعات بدون أن نتدخل في شؤون الآخرين. لماذا لن نتدخل في شؤون الآخرين؟ نحن نأمن دائما أن الحل يكون ما بين الأطراف في داخل وطن واحد، سواء تعلق الأمر بالوضع في ليبيا أو في مالي أو في سوريا أو في الصومال أو في السودان. وهذا انطلاقا من تجربتنا، الحل يتم في الحوار بين الأطراف، بين الرفقاء وبالمصالحة الوطنية. هذا كانت درس أعطته الجزائر، واليوم أصبحت المقاربة الجزائرية معترف بها دوليا، يعني وأصبحت مرجع في حل النزاعات. هذا ما نطالبه، هذا ما نريد إليه، هذه رسالة المصالحة الوطنية، هذه رسالة فخامة الرئيس، هذه رسالة أول نوفمبر، هذه هي الجزائر. يشارك وزير المالية عبد الرحمن راوية ابتداء من اليوم بمدينة بالي بإندونيسيا في أشغال المجالس السنوية للبنك العالمي وصندوق النقد الدولي. وستكون لوزير المالية على هامش هذه الأشغال التي تدوم 4 أيام عدة لقاءات مع كبار مسؤولي البنك العالمي وصندوق النقد الدولي والمؤسسات المالية الدولية والإقليمية لبحث أهم الملفات المتعلقة بالراهن المالي والاقتصادي في العالم والتعاون لمواجهة مختلف التحديات الاقتصادية. وفي التعاون دائما، استقبل أمس وزير العلاقات مع البرلمان محجوب بدة وفدا رفيع المستوى عن الجمعية البرلمانية الكندية الإفريقية بالبرلمان الكندي. اللقاء سمح باستعراض سبل تعزيز العلاقات الثنائية في جميع المجالات لا سيما البرلمانية منها، وأهمية العمل التشريعي في تطوير المنظومة القانونية وأثرها في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي مراد زمالي من بسكران استفادة الشباب بقطع أرضية لتجسيد مشاريعهم عبر مناطق النشاطات، دليل على المرافقة البعدية التي تقوم بها الدولة لصالحهم. الوزير دعا خريجي الجامعات والكفاءات إلى إنشاء مؤسسات ضمن مختلف آليات التشغيل والتسهيلات المتاحة لهم. يقول محمد زمولي: استقرت نسبة البطالة بولاية بسكرة عند 4.4%، مجهود جبار بفضل آليات دعم التشغيل ومحفزات الاستثمار. وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي ببلدية الوطاية وقف عند مشروع خلق 33 منطقة نشاط جديدة والتي ستدعم حوض الشغل عبر كافة بلديات بسكرة. لهذا الشباب يعني الجهاز مولهم
ورافقهم ونشأوا المؤسسة تاعهم ودخلوا في الإنتاج ونشحوا، واليوم السلطات المحلية والراهي ترافقهم باش يطوروا قدرات الإنتاج تاعهم، وهذه المناطق النشاطات هذه اللي أنشئت هذه المناطق هذا يعطي دعم جديد لهذه المؤسسات المصغرة باش تتطور وباش تساهم في خلق مناصب شغل. وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي تفقد عددا من المشاريع المنشأة ضمن آليات دعم التشغيل أنساج أنجام وكناك، مؤسسات استفادت أيضا من يد عاملة مؤهلة وامتيازات جبائية وضريبية. مراد زمالي وقف بجامعة محمد خيدر عند دار المقاولاتية. موجود في بعض الدول الأوروبية ما يسمى بالبروموتر اتيديون بروموتر حتى الشرشر بروموتر. من الحد الآن يعني الهدف تاعنا أن نجلب النخبة اللي هي موجودة في الجامعات وفي المدارس لهذا الأجهزة اللي تخلق المؤسسات المصغرة. وبمناسبة الذكرى 13 للمصالحة الوطنية ولأن الأمن ضامن للتنمية، تمت زيارة المركز الإسلامي عقبة بن نافع الفهري، وقد رفعت الأكفف تضرعا للمولى عز وجل بدوام الاستقرار والرخاء. اللهم وهبتنا رئيسا حكيما كريما، وسددت خطاه صراطا مستقيما، حفظت به البلاد وأرحت بحكمه العباد، وجعلته للسلام قائدا وللعلم رائدا. اللهم احفظه بحفظك، واكلأه بلطفك، وسدد خطاه بحسن تدبيرك برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. أحيت الجزائر أمس وعلى غرار دول العالم اليوم العالمي للبريد، حيث أشرفت وزيرة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة هدى إيمان فرعون بأم البواقي على إطلاق عدة خدمات جديدة. فرعون أعلنت عن تسوية وضعية حاملي عقود التشغيل المؤقتين عبر كامل التراب الوطني. المزيد مع زينب برنوسي. استكمال إجراءات تسوية وضعية آخر دفعة من الموظفين الذين يشغلون وظائف مؤقتة ببريد الجزائر والمقدر عددهم ب5000 موظف، استفادوا من عقود توظيف غير محددة عبر كامل التراب الوطني منذ جويليا 2017. أهم ما أعلنت عليه وزيرة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة من أم البواقي في اليوم العالمي للبريد. بريد الجزائر خلال سنة 2018 قامت بتوظيف 2811 موظف جديد. كان فيه تحدي أنه يتم تثبيت بعقود تشغيل دائمة أكثر من 5500 عامل، وبالفعل 4540 نظن تم تثبيتهم، و 927 أمضي تثبيتهم اليوم، يستلمونها في المديرية الولائية خلال الأسابيع المقبلة. إيمان دفرعون أشرفت على إطلاق تكنولوجيا الألياف البصرية ذات التدفق العالي على مستوى الولاية انطلاقا من عين البيضاء، ما سيسمح بالاستيعاب الخدمات للطلبات الحالية والمستقبلية للمواطنين خاصة بالمناطق النائية. في بعض المناطق سواء في هذه الولاية أو في ولايات أخرى الجبلية الوعرة، سيتم تدعيم الشبكة الراديوية للهاتف النقال بالشبكة الراديوية الثابتة أي 4G LTE، مما سيسمح بالوصول إلى التدفق 2 ميجا بايت لكل مكتب بريد. تعليمات فخامة رئيس الجمهورية أنه بالنسبة للخدمات العمومية، بالنسبة للاتصالات، بالنسبة للأنترنت الهاتف أو الخدمات العصرية للرقمنة، كلها يجب أن تصل إلى كل المواطنين دون أي اختلاف سواء كانوا في المناطق الريفية أو المناطق الحضرية. هذا وقد تم اليوم إطلاق خدمات إلكترونية جديدة عبر أجهزة الصرف الآلي، وكذا إبرام عقود شراكة جديدة مع عدة متعاملين وطنيين في مجال التأمين والبريد السريع. برلمانيا قدم وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات مختار حسب اللاوي حصيلة القطاع أمام لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتضامن الوطني بمجلس الأمة بحضور وزير العلاقات مع البرلمان محجوب بدة. حسب اللاوي أكد أن القطاع يسعى جاهدا لمحاربة لدغ العقارب من خلال استراتيجية محكمة تتمثل في تكوين أطباء مختصين في المجال على مستوى 14 ولاية وخلق وحدة استخلاص سم العقارب بورجلة يشرف عليها معهد باستور. وقال الوزير إن الولايات الأكثر تضررا من لسعات العقارب هي أدرار ورجلة وبسكرا.
وعن وباء الكوليرا قال الوزير إنه لم يتم تسجيل أي حالة استشفاء مشتبه فيها بداء الكوليرا منذ أسابيع، مبرزا أن نظام اليقظة والتأهب الذي أقرته الوزارة يبقى سر المفعول لغاية التأكد من القضاء الكلي على الوباء. والتشخيص المبكر وتكوين الإطار الطبي المتخصص هو ما أكد عليه الأطباء المختصون المشاركون في الملتقى الدولي 14 بقسنطينة حول مكافحة السرطان. أمنة بعدوش. 70% من مرضى سرطان الجهاز الهضمي يتقدمون للعلاج في مراحل جد متطورة نظرا لنقص وعي التشخيص المبكر. ضمن هذا السياق أكد الأخصائيون المشاركون في الملتقى الدولي 14 بقسنطينة على ضرورة تحسيس المرضى باللجوء للكشف المبكر كبداية للعلاج. اللي عنده الدم في الوسخ ماهوش معناتها عنده سرطان، ينجم عنده دي بوليب، ينجم عنده البواسر، مي لازم باش نتحقوا نديروا لا كولوسكوبي. هذاك الوقت نعرفوا مبكرا باللي كاين سرطان ويبرى 100% بعمليه صغيره. لدينا ادويه حديثه تعمل على رفع مستوى الاحتقان وتسمح لميكانيزم المناعه بالدفاع عن اي فيروس وبكتيريا وحتى اي خلايا سرطانيه موجوده. مكافحه هذا الداء تتطلب فريقا متعدد التخصصات ابرزهم الطبيب العام الذي يعد الحلقه الاهم في منظومه العلاج. ندعو كل الدول العربيه وندعو الجزائر انه هذه الفتره لازم حرجه جدا حتى نكون في عنا برامج منظمة للكشف المبكر والتحكم بالسرطان وتفعيل دور كمان الطب العام في العملية. ومن التجارب الناجحة التي بدأت تعطي ثمارها بالولاية المؤسسة الاستشفائية ديدوش مراد التي تسعى جاهدة إلى تحسين آلية التكفل بالمرضى. عندي شهرين وأنا ما نقدرش خلاص نبوجي في داري، ومن بعد كي بعثوني هنا للوبيتال هذا بدا التحسن ان شاء الله بفضل التشخيص المبكر. بالنسبه للادويه الحمد لله للوقت الحالي عندنا كل الادويه، دونك ما كانش مشكل في لا بريز ان شارج دي باسيون كونسيرنون لا شيميوثيرابي لي ثيرابي سيبلي. الحاجه الوحيده اللي ننتظروا فيها سي ليمينوثيرابي اللي مازالت ما دخلتش. الركيزه الاولى في التشخيص المبكر سي بيان الطبيب العام، بربي ان شاء الله راح نفورميوهم التعليم المتواصل لازم. وباعتبار الجزائر نموذجا للتداوي من هذا المرض الخبيث فهي تواصل جهودها لتعميم مراكز الكشف المبكر لهذا المرض لتكفل منظم وفعال. خلف حادث انقلاب حافلة لنقل المسافرين بالطريق الرابط بين أدرار وبلدية أوغورت على مستوى الطريق الوطني رقم 6 وفاة 4 أشخاص وإصابة 9 آخرين حسب مصالح الحماية المدنية. في التعاون استقبل أمس وزير الفلاحة والتنمية الريفية عبد القادر بوعزقي نائب وزير الفلاحة لمملكة هولندا مارجولين سويما على هامش الصالوني 18 لتربية المواشي والعتاد الفلاحي باعتبار مملكة هولندا ضيف شرف هذه الطبعة. اللقاء كان فرصة لعرض سبل التعاون وآلية الشراكة بين البلدين. هذا وتواصلت أمس فعاليات الصالون الدولية 18 لتربية المواشي والعتاد الزراعي. الصالون يجمع بين أجنحته مؤسسة وطنية وأجنبية تعرض منتجاتها وتقدم تجارب ناجعة في المجال، مما يسمح بفتح المجال أمام شركات واعدة خاصة ما تعلق بشعبة تربية المواشي. التغطية لكريمة لشمط. سوق جزائرية واعدة يفتحها صالون سيبسا سيما 2018 لتربية المواشي والعتاد الفلاحي أمام 500 عارض بين المحلي والأجنبي. 32 دولة أجنبية تفتح باب الشراكة بعرض آخر الابتكارات في المجال مقدمة خبرتها في الميدان لأزيد من 200 شركة عرض وطنية، يضاف إلى رصيد علاقات التعاون بين الجزائر ودول العالم. شرف لنا أن نكون في ضيافة الجزائر في هذه الطبعة، وهو ما يعكس رؤية الدولة القوية لهولندا كشريك فعال في ترقية شعبة تربية المواشي، خاصة ما تعلق بالمرافقة التقنية والبحث العلمي الموجه للحيوانات. وهدفنا الأساسي من الصالون رفع عدد الشركات المختلطة النشطة بالجزائر. إيطاليا رائدة في مجال العتاد الفلاحي باعتباره ركيزة الإنتاج ذي النوعية والمقاييس العالمية، ونجد في السوق الجزائرية أكبر سوق في إفريقيا وأكثرها استراتيجية، خاصة وأن نشاطنا فيها تعدى المؤسسات العمومية إلى الشركات الخاصة.
تهتم فرنسا كثيرا بكل ما تعلق بالمعدات الزراعية، ومؤسساتنا تعرض نماذج لذلك، ونأمل من حضورنا في الصالون إلى فتح شراكات جزائرية فرنسية. وبين عرض الخبرة الأجنبية والاستفادة منها، تكمن معادلة تقوية كفاءات المتعاملين الاقتصاديين المحليين في عصرنة جدية فعلية لشعبة تربية المواشي، وهو ما يعكسه في الميدان ما تعرضه أجنحة الصالون. عملنا شراكة مع الدولة ل 30 باتيمون ديجا، عملنا انستالاسيون لالون، نتيجتنا ممتازة، عم نطمح اكيد للاكثر. ديجا عندنا اتفاقية اجنبية، مي مالا بينا بور ديفلوبي بلوس لو سيكتور هذا، مالا بينا اللي يجيب لان بلوس، دونك اون اي توجور لا بور. المؤسسات الجزائرية متفتحة على الخبرات الأجنبية، ونحن هنا بصدد البحث عن وكيل دائم لنا بالجزائر، نضمن بذلك توفير مصابيح اقتصادية للطاقة. رؤية إيجابية متفائلة يحملها الصالون في ثاني يوم له، يعكس جهود الدولة في تذليل الصعوبات أمام الفلاحين والمربين لتربية المواشي وعصنة المعدات الزراعية بمقاييس عالمية. جسر التواصل في ذلك صالون سيبسا سيما 2018، باعتباره أكبر صالون احترافي متخصص في المجال إفريقياً. والصالون الدولي لاسترجاع النفايات وتثمينها الذي جمع 66 عارضا يعتبر فرصة للمؤسسات الجزائرية الراغبة في عقد شراكات مع الدول الرائدة في هذا الميدان. والتجربة الألمانية نموذج لشراكة ناجحة، نتابعها مع لوزا عوفي. مشاركة دولية لافتة لعل ألمانيا هي أبرز الحاضرين فيها، مع النجاح الذي حققته في مجال فصل النفايات وإعادة تدويرها وتحويلها إلى طاقة نظيفة من جهة، والحفاظ على نظافة المحيط من جهة أخرى بسن قوانين واعتماد تقنيات متطورة. اليوم هذا واقع مصبات المراقبة، وهذا الحقيقة اللي وصلت له ألمانيا وأصحاب القرار، أنه منعت مصبات المراقبة، يعني منعت ردم المواد من مصبات المراقبة إذا ما كانت المواد خاملة لا تنتج غازات ولا تنتج ليتشيت أو ليكسيفيا. ولذلك يعني عملية الرسكة اللي عم تصير، عم نحاول نستفاد من المادة شبه كامل. الجزائر اليوم تفتح أبواب التعاون مع الشريك الأجنبي للاستفادة من التجارب الرائدة. هناك إمكانية وضع وحدات للرسكلة، خاصة في مجال تحويل البلاستيك والتغليف. الهدف من تواجد مكتب التعاون الألماني في الجزائر هو نقل الخبرات في تسيير النفايات ونقل التكنولوجيات، والشريك الأول لشركتنا هي وزارة البيئة والطاقات المتجددة. التثمين وإعادة التدوير تخصص أدرج في الجامعات العالمية وقريبا في الجامعات الجزائرية، علّه يشكل بديلا اقتصاديا. في إطار مكافحة الإرهاب وبفضل جهود قوات الجيش الوطني الشعبي، سلم أمس الأول إرهابي نفسه للسلطات العسكرية بتمرست، ويتعلق الأمر بالمسمى سيود موسى المدعو أبو علي، الذي التحق بالجماعة الإرهابية عام 2013، حيث كانت بحوزته مسدس الرشاش من نوع كلاشينكوف ومخزن ذخيرة مملوء، حسب ما أفاد به بيان لوزارة الدفاع الوطنية. أخبار دولية مختصرة نتابعها مع طاهر منجور. باسكتلندا أثارت نيكولا ستورجيو الوزير الأول لهذا البلد نقاشا ساخنا بعد دعمها لإجراء استفتاء ثاني للبقاء أو الخروج من الاتحاد الأوروبي. ستورجيو أبدت تفاؤلا كبيرا في استقلال بلدها من بريطانيا مستقبلا. عرفت شوارع باريس في فرنسا تظاهر أكثر من 50,000 محتجا ضد السياسة الاجتماعية للرئيس الفرنسي ماكرون، خاصة في الجانب المتعلق بالمتقاعدين. المظاهرات دعت إليها عدة نقابات واستدعت تدخلا كبيرا لقوات مكافحة الشغب. بأفغانستان أدى العديد من المواطنين رغبتهم بالإدلاء بأصواتهم للانتخابات التشريعية المزمع عقدها في 20 أكتوبر الجاري، وهذا رغم النداءات التي واجهتها حركة طالبان لإلغائها.
في الرياضة، نشط أمس الناخب الوطني جمال بلماضي ندوة صحفية بالمركز الوطني بسيدي موسى، تحدث خلالها عن استعدادات التشكيلة الوطنية لمباراتي الجولة الثالثة من تصفية كأس أمم إفريقيا لكرة القدم 2019 أمام المنتخب البنيني في 12 و16 من الشهر الجاري. الناخب الوطني أكد على ضرورة الفوز للانفراد بصدارة المجموعة الرابعة، كما تحدث أيضا عن تعداد الفريق وبرنامج التربص الذي شرعت فيه التشكيلة الوطنية بالمركز الفني الوطني بي سي دي موسى. Une séance aujourd'hui, j'ai une séance demain, une demi-séance aujourd'hui parce qu'il y a un demi-effectif qui peut s'entraîner, une séance demain, ça c'est la réalité. Voilà, ma réalité elle est là. Donc gagner le plus de temps possible sur bon déjà aller à trouver le bon groupe de joueurs, ne pas se tromper. C'est déjà une première étape, la bonne liste. Faire en sorte de mettre le meilleur 11, le plus performant. Ça aussi, il ne faut pas se tromper. De faire en sorte d'avoir le meilleur système de jeu. Il ne faut pas se tromper aussi. Ensuite, une identité de jeu, elle s'acquiert comment? Allez, je suis à combien? 4-5 séances d'entraînement entre le premier stage et le deuxième stage? Non, ça serait mentir à tout le monde. Et j'insulterais tous les connaisseurs du football de dire que moi, j'ai une baguette magique et je vais faire ça. Moi, en 4-5 séances. إذن مباراة المنتخب الجزائري أمام المنتخب البنيني ستأتيكم منقولة مباشرة من ملعب مصطفى تشاكر على القناة الأرضية بداية من الساعة 9:45 يوم الجمعة. وفي أخبار الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم بليس، لعبت أمس 3 مباريات في افتتاح الجولة 10. اللقاء الأول جمع فريق جمعية عين مليلة أمام الضيف شبيبة الثورة وانتهى بالتعادل السلبي 0-0 بملعب أول نوفمبر بباتنا، فيما انتهت مقابلة اتحاد بالعباس بالضيف مولودية بجاية بالتعادل الإيجابي 2-2. وشبيبة القبائل حققت الفوز أمام الضيف دفاع تجنانت بثلاثية مقابل 2. وبهذه النتيجة تحافظ شبيبة القبائل على مكانتها في صدارة الترتيب العام للرابطة المحترفة الأولى. أما مباراة نادي باغادو وأهلي بوش بوعريريج فتم تأجيلها لموعد لاحق بعدما كان مقررا إجراؤها أمس. هذا وستستكمل بقية مباريات هذه الجولة يومي الأربعاء والخميس، حيث سيكون الموعد اليوم مع الدربي العاصمي بين شباب الوزداد واتحاد الجزائر بملعب 20 أوت. المباراة ستكون منقولة على القناة الرابعة وكان الألجيغي بداية من الساعة 4 مساء، وتختتم الجولة 10 يوم الخميس بإجراء 3 مباريات. الأولى تجمع بين أولمبي المدية ومولودية وهران، وبسطيف سيلعب دربي الشرق بين الوفاق المحلي وشباب قسنطينة، وبالعاصمة دربي آخر بين مولودية الجزائر ونصر حسين داي. هذا وبإمكان الجمهور الرياضي متابعة هذا اللقاء مباشرة من ملعب 5 جويلية على القناتين الأرضية والرابعة بداية من الساعة 6:45. بهذا إذا نصل إلى ختام نشرتنا، وللتواصل معنا عناويننا الإلكترونية في الخدمة. شكرا لكم على المتابعة، إلى اللقاء.